عسلامة. اسمي أحمد ياسين القلال ومعروف بالكابو. أنا يوتيوبر في مجال التكنولوجيا والتصوير، وقررت رمضان السنة نخصص مجهودي كامل باش نشارككم غرامي ومعارفي في سيريش معناها. دونك قبل ما تضيع وقتك وتتفرج على تفاهات بتاع سامي الفهري، أعمل طلع على شمعناها كل يوم قبل شقان الفطر بسويعة باش نحكيو هاردوير، جيمينج، فوتوغرافي، إلكتريك كارز، برشا حاجات. أعمل سبسكرايب وخدم هكا الناقوس باش ما يفوتك حتى شيء، وإن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل.